بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم من خلال هذا التقديم غادي نحاول نتكلم على المتداخلون في تنفيذ الميزانية او ما يسمى les intervenants dans l'exécution ou bien dans le processus budgétaire. فمن خلال هذا التقديم غادي نحاول نتكلم على دور الآمرين بالصرف وكذلك المحاسبون العموميون والخازنون المكلفون بالأداء وكذلك الوكلاء المكلفون بالأداء. فبالنسبة للميزانية العامة للدولة هناك المحاسب العموميون وبالخصوص يعني القطاعات الحكومية والمرافق اللي التابعة للدولة، لأن في قانون الميزانية هو بالأساس قانون يعني اللي قامت بالتهيئة ديالو هي الحكومة، وهنا كيكون يعني تنفيذ الميزانية كيكون عبر واحد المجموعة من المراحل اللي من خلالها الآمرين بالصرف وكذلك المحاسب العموميون كيدخلوا في تنفيذ الميزانية حسب واحد البروسيسوس بيجيتير. وبالنسبة للمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية، الجماعات المحلية والجماعات التوجيهات الترابية، فهناك الخازنون المكلفون بالأداء. فبالنسبة للآمرين بالصرف هما كيعتمدوا يعني هما التدخل ديالهم سيت نكت ادمينستراتيف، هما كيتعاملوا من خلال يعني النكت ادمينستراتيف، وسيت نكت كي كرياتور دو لا ديبونس، يعني بموجب هاد لاكت ادمينستراتيف يل كري اون دات، ومن خلال هاد لونغاجمون يعني سواء كتكون عبارة عن صفقات أو سندات الطلب أو عبارة عن اتفاقيات دو دغوا كومان، فكيجي المحاسب العمومي أو الخازن المكلف بالأداء أو الوكيل المفوض كيقوم بترجمة هاد لاكت ادمينستراتيف اون اكت فينانسي، يعني لو ترانسفورم اون ارجون. كوم علاش كيفاش كي لو ترانسفورم اون ارجون؟ حيت في الوقت اللي هذاك المحاسب العمومي او هذاك الخازن المكلف بالاداء او ذاك الوكيل المفوض كيقوم بمراقبه يعني تو تاكت ديال لي زورناتور ولي زورناتور، يعني كيراقب داك لي زاكت دو جاستيون ديالهم كيلكو سوا، يعني كما سبق لي سواء مارشي سواء بون كوموند سواء اون كونفونسيون دو دو كومان سواء ان كونطرا. ومن خلال هذه المراقبه كتكون مراقبه قبليه اللي يعني مراقبه لا ريغولاريتي دو لا ديبونس، يعني لو رول ديال لو فون دي بوفوار ولا ديال لو تريزوري بايير هي لا ريغولاريتي، فوي اسيور لا ريغولاريتي دو لا ديبونس، يعني عبر مراحل كيقوم مراقبه جميع المراحل اللي تم الاعتماد ديالها داك الامر بالصرف دوبوي لونغاجمون جوسكا يعني لا فان يعني ديال لونغاجمون كي لو سيرفيس فيك. وهنا المحاسب العمومي او الخازن المكلف بالاداء والوكيل المفوض كيقوم يعني بالتاكد من احقيه تلك الاحقيه النفقات، يعني واش كاينه سيرفيس فيك. وهنا يعني المحاسب العمومي او الوكيل المفوض او الخازن المكلف بالاداء في حالة ما إذا ارتأى بأن تم إغفال بعض الإجراءات داخل المسطرة فهو كيقوم بواحد نوت دوبسيرفاسيون، واحد الورقة توضيحية اللي من خلالها كيحاول يوضح للآمرين بالصرف بأن هناك خلل في المسطرة وتم إغفال بعض الإجراءات وبالتالي لا يمكن التأشيرة على يعني لورد دو بايمون أو الأمر بالأداء، وبالتالي يعني كيكون كيدخل في واحد يعني في واحد مساله اللي هي قانونيه، وكي لان هنا كيحاول يحمي راسو، وبالتالي كيحاول يعني لان المسؤوليه ديال لو كونطابل بوبليك وديال لو تريزوري باير وديال لو فون دي بوفوار سي اون ريسبونسابيليتي بيكونيير. دونك الى يعني حتى هنا هاد السلسله من الاجراءات اللي ذاك الخازن المكلف بالاداء او ذاك الوكيل المفوض او المحاسب العمومي كيقوم بواحد المراقبه جميع المراحل اللي تمت من دوبوي لونغاجمون، يعني ذاك اعتماد النفقه
ومن خلال واحد الميزانية، وهاد الميزانية هي وثيقة يعني اللي كتعطى في كل سنة، اللي هي يعني المفهوم ديال المبدأ ديالها هو السنوية سكون ابيل لانواليتي ديال لو بيدجي. وهاد الوثيقة هي اللي كتستأذن هذاك الأمير بالصرف باش يقوم بواحد مجموعة من النفقات في حدود يعني دون لا ليميت دي كريدي اوفير او بيان دون لا ليميت دي بيدجي اوكتخوي. فمن خلال المراقبة القبلية كي هذاك الوكيل المفوض أو هذاك الأمير عفوا ذاك المحاسب العمومي والخازن المكلف الأداء كيقوم بواحد المجموعة من المراقبات، يعني هو أن كونترول سور بابي، ولكن هو من شنو الغاية منه هو التأكد من أحقية النفقة وكذلك الفيغيتابل كريونسي، أشكون اللي عنده الحق يتخلص، شكون اللي عنده الحق يتوصل بالمستحقات ديالو مقابل واحد الخدمة أو واحد التوريدات أو أشغال البناء اللي قام بها من خلال صفقة أو سند طلب أو يعني اتفاقية ذات قانون عام سكون مابيل لي كونفونسيون دو دووا كومان. وكذلك المحاسب العموميون والمراقبون وعفوا والخازنون المكلف الأداء والوكلاء المفوضون كيقوموا بحصر الميزانية يعني شهريا مع يعني ان رابروشمون بانكير، ثم كيقوموا بواحد يعني بواحد لاغيتي بيدجيتير انويال اللي من خلاله يعني كتبان الصدقيه في الحسابات، لان هذه الحسابات هي لابد ما كتمشي كل سنه المجلس الاعلى اللي المجلس الاعلى لا كور دي كونت المجلس الاعلى للحسابات لقضاة المجلس الاعلى للحسابات هما اللي في الاخر كيصدقوا على هذه الميزانيات، وبالتالي كتكون يعني لا ريسبونسابيلتي ديال لي زورديناتور لي كونطابل بوبليك لي فوندي بوفوار اي لي تروزيري باير اون ريسبونسابيلتي بيكونيير. على هذا الاساس اخواننا يعني المبتدئين في هذا الميدان لابد ما يحتاطوا من هذه المسائل، ويعني كيبقاو مقيدين بلا لوا 69-00 اللي هي سي ريلاتيف او كونترول فينانسيير سور لي زيتابليسمون بوبليك اي لي سوسيتي او لي زونتربريز يعني بينيفيسيون دو كونكور فينانسيير دو ليتا. وبالنسبه يعني لا لوا 61-99 اللي هي مرتبطة يعني بالمسؤولية ديال الأمير من الصرف وكذلك المحاسب العموميين والوكلاء والخازنون المكلفون بالأداء، اللي من خلال أنا أعطيت كمرجعية اللي يمكن الإخوان ديالنا المبتدئين يمكن يرجعوا لهذه المراجع، وهناك يعني مسؤوليات بيكونيير يعني واحد المسؤولية اللي مع يعني أسف لابد من هذه الشريحة باش يأخذها بعين الاعتبار ويحتاطوا حذاري ثم حذاري، لأن هناك أن مانيومون دو فون لابد ما يكون أن كونترول، يعني تكون داك لا ديسيبلين بيدجيتير و لا ريغور دون لو كونترول. فإلى هنا أكتفي بهذا القدر، وإذا أعجبكم الفيديو ديروا لي لايك، ومنكم من لم يشارك في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في موضوع آخر ومع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.